راغب عم بيرجع يعيد حسابيته، فبالرغم من العلاقة السيئة مع أحلام واللي أنهت مشواره بأرب أيدل، رجع اليوم يسيرها. فخلال إحدى المقابلات اعتبر راغب إنه مع أحلام ما في مشكل، إنه هو بعده بحبها وما عنده مشكل تكون بإكس فاكتور، وكمان ما في مشكل تكون ضيفة، ومش بس هيك، إذا بدنا بيغنوا سوا. يا لطيف، كل هيدا الحب والغزال كان بمقابله تصريح بإحدى المجلات بيقول فيه راغب إنه إليسا أكثر شهرة من أحلام. يعني ما عم نفهم عليه، غزل أو خوف أو حب أو مسايرة؟ كارين، من الواضح إنه راغب فنان ذكي وبيعمل حساباته صح، وبالآخر هيدي لعبة تلفزيون مش أكتر. المهم هو ضامن مكانته بالإم بي سي والباقي كله تفاصيل. الحقيقة بتصور بين التصريحين اللي صدروا بنفس الأسبوع، والخلاصة إنه راغب مستعد يفتح صفعة جديدة مع أحلام، ولكن بشرط إنه تعرف مكانتها وتحترم مكانته اللي رجعت أقوى بعودته لأكس فاكتور. بفتكر أنا إنه في مصطلح بالسياسة لهيك وضع بيقول فينا نقول فيه إنه راغب يطالب بعلاقات ندية مع أحلام.